طبعا السياسة السعودية كانت ناجحة في قصة أن لا كفة ترجع على كفة أخرى، لا نميل للشرق ولا نميل للغرب، نحسب للجميع أنهم أصدقاء وأشقاء ودول صديقة ودول حليفة. فعلت المملكة من رسائل السلام ورسائل الدعم الإنساني اللي تمر عبر مركز الملك سلمان للأعمال الإنسانية، عززت السعودية من دورها في الدول والمناطق التي يعيش شعبها بعض التوترات، عززت من دعمها للأشقاء في السودان، للأشقاء في مصر، سواء على تجاوز الفتن الداخلية أو على تجاوز الحالات الاقتصادية اللي يعيشونها. عززت المملكة من دورها في اليمن من خلال زراعة الحياة، سواء تقديم الكهرباء أو تحسين جودة الطرق أو تعزيز وتحديث المنظومة لتحلية المياه اللي يستفيد منها اليمنيون في ملحوث، يزرع الموت يزرع الخراب هناك من خلال زراعة الألغام اللي تستهدف حتى البهائم مواشي الناس اللي يرعونها. السعودية كانت كذلك شريك فاعل في دعم عملية السلام في بين الأشقاء الأفغان، لكن يبدو أن الأمور لم تسر على النحو المطلوب هناك. فالمملكة العربية السعودية في كل ملف فيه توترات أو فيه حاجة لتواجدها ستجدها موجودة هناك دائما للجميع، دعما للإنسان قبل كل شيء. نعم، أيضا لا ننسى